موضوعنا اليوم موضوع تكيس المبايض. كيف ممكن إحنا نعالج موضوع تكيس المبايض للسيدات بطرق صحية تغذوية بسيطة؟ سبب تكيس المبايض هم هرمونين أساسيين، الإنسولين والكورتيزول، وبرضه هرمون البروجستيرون بيكون منفرز بكميات كتير قليلة. فإيش الأغذية ممكن إحنا ننصح فيها ناكلها، وإيش ممكن نبتعد عنه علشان الأعراض تبعون تكيس المبايض تنزل وبنفس الوقت ما تأثر على الأوزان بطريقة كتير كبيرة؟ أول إشي لازم نمتنع عنه نهائياً هو السكر. سكر أو مصادر السكر لازم نمتنع عنها نهائياً. ممكن دائماً نستعيد عن بدائل السكر أو السكر المضاف بالفواكه. الفواكه هي مصدر للسكريات البسيطة أو الفركتوز، ولكن تأثيرها على الإنسولين بدمنا كتير أقل من تأثير أي من أنواع السكريات التانية. النوع الثاني للأكل لازم إحنا نبتعد عنه نهائياً اللي هو الحبوب المصنعة أو أي شيء نشتريه من السوبر ماركت بيكون مبكر زي الكورن فليكس أو أي شيء بيكون فيه سكريات بسيطة مثل الخبز الأبيض، مثل العجين، ممكن الطحين الأبيض. لازم دائماً نستبدله بنشويات مركبة، يعني فريكة وبرغل وخبز أسمر. للأشخاص اللي في عندهم تكيس مبايض كتير أفضل إنهم يتناولوا بدل ما يتناولوا السكريات البسيطة. بحب أذكركم إنه تكيس المبايض هي عبارة عن متلازمة ممكن ترجع لأي وقت لأي واحدة من النساء، فالنظام الصحي لازم إحنا نتبعه هذا عبارة عن نظام حياة، لازم نضلنا ملتزمينه. إحنا نقلل من السكريات والنشويات البسيطة ونزيد من البروتينات وناخد السبليمنت، ناخد المكملات الغذائية المفيدة علشان نعتمد صحة أفضل لحياة أفضل.